قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده هنصبح على منا طمنا على حاله الطقس وجاوبنا على سؤال حلقه النهارده. لو شفت حادثه قدامها هتصور ولا هتساعد؟ صباح الخير عليك يا منا. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا جمانه. ناوي تعملي ايه؟ والله الموقف هو اللي بيفرض عليك. في اوقات رد فعلك بيخليك تبقى بتصور مش قادر تساعد. في اوقات انت تقدر تساعد، فاعتقد انك تبقى مفيد اكتر لما تساعد. يعني الموقف هو اللي هيفرض. بس خليني انا ارد بالنيابه عنك يا منى في جزئيه عشان انا عارفه منى كويس. منى فعلا لو موقف يستدعي المساعده بالايد هتنزل تساعد، دي حقيقه. منى تدخل تضرب الطرفين. لا مش شرط ضرب، بس منى لا يعني منى قلبها جامد وبتحب تساعد، دي حقيقه حبيبتي. شكرا. بس انا عايزه اقول حاجه بخصوص التصوير واللي انت كنت بتتكلمي فيها جمالة، يعني بخصوص ان الناس بتصور بعض وانها بتحط الصور على السوشيال ميديا. في قوانين صارمة اصدرتها الدولة المصرية. صحيح. في الفترة الاخيرة يمكن عندنا قوانين خاصة بحقوق النشر وعندنا قوانين خاصة بحرية تداول الصور ونشرها وحرية تداول المعلومات. احنا عندنا القانون 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات بيجرم ان احنا نحط اي صور لاشخاص من غير إذنهم على السوشيال ميديا، وده بيتم بعدها يعني إجراء عقوبة شديدة. عندنا يعني قوانين كمان بخصوص تقنية المعلومات ابتدت تنظم الموضوع بشدة، لأن إحنا شفنا الفترة اللي فاتت كان في نوع من أنواع الهرجلة على السوشيال ميديا، وكان في نوع من أنواع انتهاك الخصوصية، وهو ما ترفضه تماما الأعراف والتقاليد المصرية.